الإقبال الجماهيري على معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الخامسة كان إقبالا كبيرا، حيث توافد الجمهور من المواطنين والمقيمين لمشاهدة العروض الجوية والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، فيما حرص الكثير من المواطنين على التواجد في المناطق المحيطة لقاعدة الصخير الجوية للاستمتاع بالعروض الجوية التي نفذتها الطائرات المشاركة في المعرض، حيث عبروا عن فرحتهم بإقامة هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة، وقاموا بتوثيق هذه اللحظات عبر كاميراتهم وهواتفهم ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد حرصت اللجنة العليا المنظمة للمعرض بتوجيهات من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض على تمديد المعرض الخاص بالجماهير ليوم غد السبت، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الجماهير الغفيرة لتحظى بفرصة الاستمتاع بفعاليات المعرض.